أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي المحاضرة رقم 5 في الموتور في السنترال نيرفس سيستم، وخاصة بموضوعين في غاية الأهمية كلينيكيا حتى، وهم البيزال جانجليا بأمراضها المشهورة ومنهم أشهرهم الباركنسونيزم والسربيلم، وهو بمرض سيربرال اتاكسيا هناخدها باذن الله. انا عاوز بس قبل ما ابتدي اقول لكم حاجه، ان البيزل جانجليا والسيربيلم اهم نقطه يا اولاد انها اكسكلوسيفلي موتور، يعني الليجن فيهم ما بيعملش اي حاجه سنسوري. لو جبت سيره السنسيشنز في البيزل جانجليا والسيربيلم فده خطا جسيم. نحن بصدد موضوعين موتور فقط، الليجن فيهم بيعمل موتور ديستيربنس. وبقولها بطريقه سهله ان هم بروجرامرز، يعني بيحطوا البروجرامات بتاعه الموفمنتس. فهقول حاجه عربي على انجليزي، البيزال جانجليا البطيء، البروجرام البطيء بيزال جانجليا بتاعه البروجرامات البطيئه، بينما السيربيلم السريعه تنسهاش، يبقى هم موتور بروجرامرز. البيزال جانجليا بتختص اكثر بالباطي، البيزال جانجليا بالباطي، السيربيلم بالسريع. اظن كده سهل، وهي اكسكلوسيفلي موتور. فنتوقع نبتدئ السنترال نيرفس سيستم الموتور ليكتشر 5. نبتدئ بالبيزال جانجليا. البيزال جانجليا اهي سلو موتور بروجرامر. الاول ناخد فكره عن الاناتومي بتاع البيزال جانجليا. البيزال جانجليا مجموعه من السب كورتيكال نيوكلياي، يعني تحت الكورتكس، سراوندينج الثالامس. يبقى تعرفهم هم ايه، ايه البيزال جانجليا دول؟ سب كورتيكال نيوكلياي سراوندينج الثالامس. عندي في 3 ميجور نيوكلياي و2 ريليتد نيوكلياي، يعني ما مش هنعتبرهم تبع البيزال جانجليا، بس هم ريليتد ان ذير فانكشنز تو بيزال جانجليا. مين الثلاثه نيوكلياي الاساسيين يا اولاد؟ عندي الكيوديت ومعناها الديل، وعندي الجلوبس باليدس ومعناها الجسم الشاحب. جلوب يعني جسم، او اسف الكرة الشاحبة، جلوبس باليدس يعني الكرة الشاحبة، بيوتامين يعني القشرة. وانا بحب جدا الترمينولوجي، انكم تبقوا فاهمين الترمينولوجي. فانا عندي هنا البيزال جانجليا في المخ عبارة عن 3 سبكورتيكال نيوكلياي سراوندينج الثالامس، جلوبس باليدس اللي هي الكرة الشاحبة، جلوب يعني كرة زي ما نقول اي جلوب، وبيل يعني شاحب، فجلوبس باليدس يعني الكرة الشاحبة، متغطية بقشرة وعشان كده اسمها بيوتامين يعني القشرة. وفي حاجة كده بعيدة عنهم شوية اسمها الكوديت. دول الثري ميجر نيوكلياي. طيب في تو ريليتد نيوكلياي، يعني هم متعلقين في وظيفتهم بالبيزال جانجليا لكن ما هماش دايركتلي بيزال جانجليا، اللي هم السب ثالامس والسبستانشانيجرا. حتى لطيفة ان الاثنين فيهم كلمة سب، سب ثالامس وسبستانشانيجرا. سبستانشانيجرا يعني المادة السوداء، نيجرا يعني اسود. طيب لو خدت الكوديت مع البيوتامين بيسموهم نيو ستريتا، يعني الجديد المخطط، ستريتا يعني مخطط. لو خدت البيوتامين مع الجلوبس باليدس يعني القشرة مع الكرة الشاحبة بيسموها لنتيكولار نيوكليس. ولنتيكولار معناها عارف طعام العدس اللي بناكله، معناها عدسة مش عدسة في العين، عدسة بتاعة العدس اللي هو بتاع الكشري. فده أصل الكلمات. يبقى ده هو الأناتومي بتاعها. طيب ناخد بقى أول سؤال نظري يصلح يجيلنا، اللي هو النيرفس كونكشن اوف بيزال جانجليا.
الحقيقة ده موجود في كثير من الكتب بطريقة معقدة جدا، لكن أنا عاوز أقولها لكم بطريقة نسبيا سهلة، فركز معايا. إحنا عندنا two main circuits في البيزل جانجليا، يعني في دائرتين بس أنا مش رسمهم في صورة دائرة، أنا رسمهم خط متصل. بس هتلاحظ إن أنا بادئ بالسيربا كورتكس ومنتهي في السيربا كورتكس، يبقى إذن هي circuits. فدول ده الكورتيكال كونكشنز، يعني البيزل جانجليا بتتصل بالسيربرال كورتكس كورتيكال كونكشن بتو مين سيركتس، كوديت سيركت عشان فيها الكوديت وبيوتامين سيركت. طيب تعال نشوف ايه الفكره. انه السيربرال كورتكس بيصدر امر للبيزل جانجليا، فالبيزل جانجليا بتستجيب وبتبعت البروجرام المطلوب مرة أخرى للسيربرال كورتكس. أنا بقولها بطريقة سهلة يا أولاد. الأول بتحط الرسالة في الجلوبس باليدس، سواء الكوديت أو البيوتامين بتحطها في الجلوبس باليدس، بسميها الميل بوكس، صندوق البريد. يعني أي رسالة طالعة من الكوديت أو البيوتامين بنحطها في صندوق البريد. طيب علمتكم حاجة تانية لطيفة، إن ما أقدرش أدخل رسالة على البيه الكورتكس على طول، لازم أحطها في السكرتارية. علمتها لكم، السكرتارية بتاعت السيربرال كورتكس هي الثالامس. يعني كل السيجنالز اللي واصلة من تحت من السب كورتكس ومن السباينال كورد لا يمكن تدخل السيربرال كورتكس غير مرورا بالثالامس. فيبقى انا عاوزك تبقى متفاهم معايا ان السيركت لازم تذكر فيها خمس حاجات. نبتدي بالسيربا كورتكس نمرة واحد وننتهي بالسيربا كورتكس نمرة خمسة. سهلة كده؟ يعني البداية في أي سيركت، ما هي سيركت تبتدي بالسيربا كورتكس وتنتهي بالسيربا كورتكس، يبقى فاضل ثلاثة، واحد سيربا كورتكس وخمسة سيربا كورتكس، ثلاثة. أنت عندك two main circuits كوديت وبيوتامين، دي نمرة اثنين. في الكوديت سيركت هيبقى اسمها كوديت، وفي البيوتامين سيركت اسمها بيوتامين. وبعد النقطة الثالثة هيحطوا الرسالة في صندوق البريد جلوبس باليدس، وبعدين بعد كده الرساله توصل تتحط عند السكرتارية في الثالامس. فين في الثالامس؟ الثالامس فيها تو موتور نيوكلاي فقط. الثالامس دي في معظمها بتتلقى سنسوري سيجنالز، ما عدا النهارده من البيزل جانجليا في النصف الاول من المحاضره والسيريبيلم في النصف الثاني، دول موتور. ففي حته في الثالامس بتشتغل كسكرتاريا موتور، وده سؤال ام اس كيو، اللي هي مين بقى؟ بص معايا، فينترو انتيرور اند فينترو لاترال ثلاميك نيوكلياي. طب حافظهم صم، يعني ما يجي لك في الام اس كيو يكتب لك اربعه ثلاميك نيوكلياي، كل الثلاميك نيوكلياي سنسوري ما عدا اثنين منهم يا اولاد، هم بس اللي موتور، فينترو انتيرور اند فينترو لاترال، فينترو انتيرور اند فينترو لاترال ثلاميك نيوكلياي. طيب يبقى عندي two main cortical connection، two main circuits، بنبتدي بالسيربا كورتكس نمرة واحد وننتهي في السيربا كورتكس نمرة خمسة. يعني في كل واحدة نقول خمس كلمات، سيربا كورتكس وننتهي في السيربا كورتكس مرورا بإيه يا أولاد؟ الكوديت نمرة اثنين، تحط الرسالة، يعني خدت الأمر من السيربا كورتكس الكوديت، عملت البروجرام المطلوب، رميته في صندوق البريد الرسالة جلوبس باريس، وصلت للسكرتاريا اللي هي الثالامس، دخلناها تاني للكورتكس، يبقى ردينا على الكورتكس. طيب نيجي في حاله بقى الكوديت سيركت، بنبتدي من السيربا كورتكس اني حته؟ الاسوشيتيف ارياز. الاسوشيتيف ارياز دول من اسمهم اسوشيتيف، يعني بينتجريت الانفورميشن عشان يدوها مينينج، يعني شوفوا بيتلقوا sensory information, motor information, vision, hearing، كل المعلومات دي. طب انا عاوز ادي response لهذه اللي انا شايفه، عاوز ادي يعني استجابة حركية لده. فالassociative area دي هي اللي يسموها associative لانها بتintegrate signals، شافت معلومات معينة تبتغي في مقابلة هذه المعلومات ان احنا نعمل حركة معينة. يعني ادي مثال عشان ما انتهش،
يعني سبوز ان انا لقيت واحد رافع عليها سلاح، يبقى مطلوب ايه دلوقتي؟ مطلوب ان انا ابعد عن مرمى السلاح ده عشان ما يجيش فيا، وفي نفس الوقت اسعى للهرب. فاول حاجه ان انا بالرؤيه والسمع والحس والشوفان كل ده الاسوشيتيف اريا، فبعتت بسرعه قالت للكوديت اتصرفي، حط لنا بروجرام نعمل ايه عشان نخرج من المأزق ده. عمل البروجرام الكوديت، رامت البروجرام ده فين؟ في صندوق البريد اللي هو جلوباس باريدس. الرساله راحت للسكرتارية بتاعت السيبا كورتكس اللي هي الثالاموس، سكرتارية الموتور اللي هي الفنترو انتيرو وفنترو لاتر، ومنها للسيربرال كورتكس اللي هما مين بقى يا اولاد؟ البري فرونتال اريا في الكورتكس والبري موتور والسبلمنتال موتور اريا. وطبعا لو عندك ذاكره فاكر دول كانوا بروجرامر. البري موتور اريا اللي كان فيها اربعه ارياز بيتحكموا في بروجرامات معينه من ضمنها حتى البروكاس كانت الكلام، والسبلمنتال موتور اريا دي اول سيركت. تاني سيركت اسمها بيوتامين سيركت. الفكره هي يا اولاد، هنبتدي من الكورتكس نمره واحد ونرجع للكورتكس نمره خمسه، حلو؟ مرورا بالبيوتامين، عشان كده سموها بيوتامين سيركت، اللي هتحط رسالتها في صندوق البريد اللي هو الجلوباس باريدس، ومنها للسكرتاريا بتاعت الكورتكس اللي هي فنترو انتيرو اند فنترو لاترال ثلاميك نيوكليا. طيب خد بالك بقى، هنا البيوتامين سيركت بتبتدئ من حيث انتهت الكوديت سيركت. ليه؟ افهم، لان اكشولي الكوديت سيركت بتبلان، بتحط الخطه، بيتلقفها البيوتامين سيركت عشان تعمل لها اكسكيوشن تنفذها. عشان كده احنا انتهينا هنا يا اولاد في البري موتور والسبلمنتال موتور اريا. افهم، في خطه حطتها الكوديت، مين هينفذها؟ هيكسكيوتد البيوتامين، فتلقفت الرساله بالبري موتور سبلمنتال عشان تبقى فاهم، وديناها للبيوتامين نفس القصه. البيوتامين ووضب بقى هاو تو اكسكيوت الخطه، ازاي هننفذ الخطه، حط رساله التنفيذ في صندوق البريد اللي هي طول عمري بسميها وحفظتها لاجيال جلوباس باليدس. الرسالة اللي ما تدخلش البيه الكورتكس على طول، في سكرتاريا للكورتكس، ما فيش ولا سيجنال تروح الكورتكس ولا سيجنال غير الالفاكتوري سيجنالز من غير ما تعدي على الثالاموس. قاعدة مهمة جدا، كل السيجنالز اللي رايحة الكورتكس ما عدا الالفاكتوري سيجنالز لازم تعدي على الثالاموس. الوحيد اللي ما بيعديش على الثالاموس طول عمري حفظتها الأجيال هو نمرة واحد الالفاكشن، فتحطها في الثالاموس. أنهي ثالاموس؟ احنا بنتكلم على حاجة موتور، يبقى السكرتاريا الموتور، ودي لوحديها سؤال، مين السكرتاريا الموتور؟ الفنترو انتيرو اند فنترو لاترال ثلاميك نيوكليار. ده واحد من اصعب الكونكشنز يا اولاد. اي ثينك ان بطريقتي هذه بسطتها الى حد ما. يبقى في تو كورتيكال كونكشنز، معلومه اولى، قولوا معايا انكم متابعين، انا سامعكم. تو كورتيكال كونكشنز حسب اسم انهي حته في البيزال جانجليا، هل كوديت ولا بيوتامين، بنسميها كوديت سيركت او بيوتامين سيركت. طب طالما انها سيركت تبقى تبتدئ من حيث تنتهي، يبقى هنبتدي من السيريبرال كورتكس وهننتهي من الكورتكس، دي تاني معلومه. طب كل سيركت لازم نحفظ فيها كم اسم؟ خمس اسماء. هنبتدي بالكورتكس الاسم الاول والاسم الاخر الكورتكس، حلو خالص. التلاتة اللي في النص سهلين جدا. الاختلاف الوحيد في الكوديت سيركت، هنمر على الكوديت، في البيوتامين هنمر على البيوتامين. اي منهم هيلقي الخطة بتاعته في صندوق البريد اللي هو اسمه ايه يا اولاد؟ عاوز اسمعكم. جلوباس باليدس. من صندوق البريد هنوصل للبيه الكورتكس، ما نحطوش في وش الكورتكس، نحطه في السكرتارية اللي هي مين؟ الثالاموس يا اولاد. مين الاونلي موتور نيوكلياي في الثالاموس؟ احفظوها معايا لان ده سؤال ام اس كيو. فنترو انتيرور اند فنترو لاترال ثلاميك نيوكلياي. طب الفكره ان الكوديت سيركت دي بتبلان، بتحط الخطه، والبيوتامين بتنفذها، فعشان كده الكوديت ابتدت بالاسوشيتيف اريا، اسوشيتيف اللي هي بتلم كل الانفورميشنز
وتعمل لها مينينج ان انا مثلا الوضع ده خطر عاوز اهرب، فابتدي بالاسيوتيف اريا وتنتهي في الاريا اللي زيها بتعمل بروجرام اللي هي مين قلناهم البري موتور اريا والسبلمنتال موتور اريا. يبقى خدت الانفورميشن وديتها للبروجرامر زيها اهو. طيب البيوتامين هتنفس، يبقى تاخد المعلومات من البروجرامر اللي هو البري موتور اللي بنتهينا بيها هناك والسبلمنتال اريا، بيوتامين جلوبس باليدس ثالاموس، وتحطها في ايه بقى؟ تحطها في سيربا كورتكس. المره دي فين يا اولاد؟ في البرايمري موتور اريا اللي هي اريا 4 اللي هي طالع منها البيراميدال تراك اللي هي بتكسكيوت الحركه دي. ابسط طريقه لفهم واحد من اشق الموضوعات في فهمها وهو الكونكشنز اوف بيزال جانجليا. ايه الفكره بتاعتها؟ ان هناك تو سيركتس، واحده تخطط اللي هي الكوديت سيركت والثانيه تنفذ اللي هي البيوتامين. كل سيركت كام نقطه؟ 5. نبتدي بكورتكس وننتهي بكورتكس، مرورا بثلاثه كوديت البيوتامين نمره 2، جلوبس بالاس نمره 3، وبعدين الثالاموس سكرتيري نمره 4. طب السيربا كورتكس هتخطط بيزد على ايه؟ على معلومات توفرت. يبقى مين اللي بيدي انتجريشن للمعلومات؟ الاسوشيتيف، يعني تربط، اسوشيتيف يعني يربط اريا، وتنتهي في البروجرامر اللي هو بري موتور وسبلمنتال موتور اريا. تاخد البروجرام منها مين؟ البيوتامين سيركت، عشان كده ابتدينا بالبري موتور والسبلمنت اريا، ونكمل بيوتامين جلوبس باليا ثالاموس، توديها للحته اللي هتكسكيوت. مين اللي هيكسكيوت؟ مين اللي بيحرك؟ الموتور اريا، برايمري موتور اريا اللي هو اريا 4. اظن كده اتفهم. تاني نوع من الكونكشنز يا اولاد، احنا قلنا ما فيش رساله هتطلع من البيزال جانجليا غير من الجلوبس باليس، لدرجه ان انا سميته وحفظته لاجيال هو صندوق البريد اللي تخرج منه اي رساله من البيزال جانجليا. ده ممكن يبعت نوع تاني من الرسائل غير التو سيركتس بقى ليه؟ الخمس مناطق الاتيه في البرين ستام، تعال نحفظهم بطريقه لطيفه. ريد نيوكليس وريتيكو فورميشن، يبقى هم اتنين مع بعض، والسب ثالاموس والسب ستانشيا نيجرا، ده اربعه، وفيستيبولار نيوكليس. دي الايفريم باثويز، يعني جلوبس باليدس بيبعت امبلس، ما فيش سيجنال قلنا من البيزا جانجرا الا تطلع من الجلوبس باليدس. نقولهم تاني، ريد نيوكليس وريتيكو فورميشن مع بعض، سب ثالاموس وسب ستانشيا نيجرا مع بعض، وفيستيبولار نيوكليس. طب بعد كده دول بيبعتوا سيجنال تحت السباينال كورد عن طريق ريتيكولو سباينال روبرو سباينال فيستيبولو سباينال. كان هذا هو الكونكشنز اوف بيزال جانجليا، تو كورتيكال كونكشن، تو مين سيركتس، وبعدين ايفريم باث واي رايحه الخمس حاجات. ده لو جه سؤال ويبقى سؤال صعب، يعني لا اتصور دلوقتي حد بيجيبه، انما انا فهمتكم الفكره. طيب نيجي بقى للكيميكال ترانسميترز اللي في البيزال جانجليا. في 3 كيميكال ترانسميترز تبقى حافظهم، سم استايل كولين اهم باللون الاصفر، وجابا جاما امينو بيوتيريك اسيد اللي هو انهيبيتوري، وبعدين دوبامين. بص بقى القصه، السيربال كورتكس بالاسيتايل كولين بيستيميليت النيو ستريتم. طبعا لو عاوز تعرف مين النيو ستريتم، هي موجوده فوق كوديت والبيوتامين، يبقى الاستايل كولين يستيميليت النيو ستريتم، فالنيو ستريتم يطلع جابا جاما امينو بيوتيريك اسيد، ينهيبت السبستانشيا نيجرا، وبالتالي السبستانشيا نيجرا دي لو ما عملنلهاش انهيبيشن كانت هتعمل ايه؟ كانت هتنهيبت النيو ستريتم بالدوبامين. يبقى تاني، سيربا كورتكس بيستيميليت البيزال جانجليا النيو ستريتم بالاستايل كولين، فالنيو ستريتم تنهيبت السبستانشيا نيجرا بالجابا، لو ما كناش عملنا لها انهيبيشن بالجابا كانت هتعمل انهيبيشن للنيو ستريتم بالدوبامين. وعليه لو نقص، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، الاستايل كولين ده كان بيستيميليت النيو ستريتم، او لو نقص الجابا مع انه انهيبيتوري، بس افهم خليك ذكي، كان بينهيبت الانهيبيشن،
فلما تشيله يبقى مفيش انيبيشن فبرضه يحصل انيبيشن. يعني مين التو ترانسميترز اللي اذا اختفوا الريزلت انيبيشن؟ استايكولين ده مفهوم لان هو اكسيتاتوري، تشيله يحصل انيبيشن، انما التاني عاوز شويه ذكاء يا اولاد. الجابا ده انيبيتوري، طب ازاي اما اشيله؟ اما اشيله يحصل انيبيشن، لان هو كان بينهبت الانهبيشن، بينهبت الانهبيشن بالدوبامين، فما تشيله يحصل انهبيشن. اما لو شلت الدوبامين اللي هو انهبيتوري، وده هنشوفه في مرض الباركنسونيزم، هو انهبيتوري، فما تشيل الانهبيتوري هيحصل اكسيتيشن. واحد من اصعب الاسئله في الام اس كيو. We have three chemical transmitters in basal ganglia. أسيتايلكولين وجابا ودوبامين، وأهمهم الدوبامين. الدوبامين ما فيهوش فصال، ده انهبيتوري، يبقى تشيله يحصل اكسيتيشن في مرض الباركنسونيزم. يبقى خلصت بالدوبامين. طب الأسيتايلكولين اكسيتاتوري، تشيله يحصل انهبيشن، مفهوم؟ هو اكسيتاتوري أهو، تشيله يحصل انهبيشن. مين اللي معقد بقى؟ الجابا. الجابا ده انهبيتوري، بس هو بينهبت الانهبيشن، فاما تشيله يحصل انهبيشن برغم ان هو انهبيتوري. يبقى في اتنين لو شلتهم الريزلتس هتبقى انهبيشن، اللي هو الاستايلكولين والجابا. واحد لو شلته هو انهبيتوري، فالريزلتس هتبقى اكسيتيشن اللي هو الدوبامين، وهو الاهم. يا اولاد الموضوع مش هيمشي كله بهذه التعقيدات، هتلاقوه بيخف رويدا رويدا. دي كانت اعقد صفحه، اللي هي في عجاله. اقولها تاني يا اولاد، في عجاله. من هي البيزال جانجليا؟ قلنا البيزال جانجليا سبكورتيكال نيوكلياي سراوندينج الثالاموس، دي اول معلومه. هما ثلاثه ميجور نيوكلياي، جلوبس باليدس الكره الشاحبه يغطيها البيوتامين القشره، ومدلى منها الديل الكوديت. في اثنين ريليتد ان ذير فانكشن تو بيزال جانجليا، لكن ما هماش بيزال جانجليا، السب ثالاموس والسبستانشيا نيجرا. طيب لو خدت الكوديت مع البيوتامين بيبقوا مخططين ستريتم، لو خدت البيوتامين مع جلوبس باليدس اللي هو الشكل المثلث ده كانها زي حبه العدسه، فيسموها الانتيكولار نيوكليس. ده كان الجزء الاول. الجزء الثاني قلنا النيرفس كونكشن وبيزال جانجليا، يوجد نوعين من الكونكشن، تو كورتيكال كونكشنز، والجلوبس باليدس بيبعت خمس رسائل لتحت، يبقى تو كورتيكال كونكشن لفوق، تو كلوز سيركتس، وبعدين وخمس رسائل صغيره ملهاش قيمه قوي بالنسبه لي. هي ليها قيمه طبعا في الحياه، بس ملهاش قيمه بالنسبه لنا في الامتحان. التو سيركتس لهم فكره، انك بتاخد من السيربا كورتكس امر وترجع تاني للسيربا كورتكس مرورا بثلاث حاجات، يبقى السيركت فيها خمس كلمات، تبتدي بكورتكس وتنتهي بكورتكس مرورا بثلاثه. لو مريت بنمره 2 بالكوديت يبقى كوديت سيركت، مريت بالبيوتامين يبقى بيوتامين سيركت. طب عملت المطلوب منها، تحط فين الرساله اللي كتبتها؟ تحطها في صندوق البريد اللي هو جلوبس باليدس، وصندوق البريد يطلع منه رساله ما يروحش دايركتلي للكورتكس، تمر بالسكرتاريه بتاعه الكورتكس اللي هي الثالاموس، اللي هي دي سؤال ام اس كيو، انهي نيوكلياي في الثالاموس هم اللي اونلي موتور نيوكلياي، فينترو انتيرو اند فينترو لاتر. طب افهم الكورتكس، الكوديت دي بتبلان، فالاسوشيتيف اريا اللي بتاسوشيت كل الانفورميشن، كل اللي بنقحصوا عليها المخ، وتقول اه الوضع ده احنا في وضع خطر، احنا كده هنتقتل، عاوزين نحط خطه لتلافي القتل ده وان احنا نهرب، فتبعت للبروجرامر في النهايه. يبقى بدانا بالاسوشيتيف اريا وبعتنا للبروجرامر في النهايه اللي هي البري موتور والسبلمنت. تاخد الرساله بقى هنعمل ايه؟ البيوتامين سيركت، عشان كده بدانا بالبري موتور والسبلمنت، وفي الاخر توديها للي هيكسكيوت الخطه اللي هو البرايمري موتور. ايه؟ فات ميك سنس يا اولاد. بعد كده قلنا في خمس حاجات بيبعت لهم الجلوبس باليدس، واللي مصر اللي هو صندوق البريد، والثالاموس اللي مصر على انتهاء الاجيال ان هو ده السكرتاريا بتاعه السيربا كورتكس. نو سيجنال، مفيش سيجنال واحد يروح الكورتكس من غير ما يعدي على الثالاموس، ما عدا قلنا مين الوحيد؟ نمره واحد الفاكتور. الخمسه اللي تحت حفظناهم يا ولاد، ريد نيوكلاس ريتيكو فورميشن اتنين مع بعض، سب سبستانشيا نيجرا وسب ثالاموس، وفيستيبولار نيوكليس، وينزل منهم تراك ريتيكولو سباينال روبرو سباينال فيستيبولو سباينال.
بعد كده خدنا حته معقده جدا في الام اس كيو. في كام كيميكال ترانسميتر في البيزال جانجليا؟ 3: اسيتايل كولين، جابا، دوبامين. التعقيد في الجابا، الاسيتايل كولين السيربا كورتكس بالاسيتايل كولين بيستيميليت البيزال جانجليا نيو ستريت، فالبيزال جانجليا تبعت انهيبيتور ترانسميتر اللي هو جابا ينهبت الانهيبيتور ترانسميتر اللي طالع من السبستانس نيجرا وهو الدوبامين اللي هينهبت النيو ستريت. اذا الدوبامين بينهبت النيو ستريت، يبقى لو شلته هيحصل اكسيتيشن، دي سهله. طيب الاستايل كولين بيستيميليت النيو ستريت، بيبقى لو شلته يحصل انهيبيشن. مين المعقد؟ الجابا. الجابا طول عمرنا بنقول انهيبيتوري، بس هو بينهبت مين هنا؟ بينهبت الانهيبيشن بتاع الدوبامين، فلما تشيله مفيش انهيبيشن، يحصل انهيبيشن. دي الحته الصعبه، دي كانت اصعب ورقه عندنا النهارده. تقل فانكشنز وبيزال جانجليا، ده سؤال نظري اكثر اهميه من الكونكشنز. ليه؟ انت فاهم الكونكشن دي اناتومي، احنا اساسا ناس بتوع فيسيولوجي، بس عشان نفهم الفانكشن كان نفهم شويه اناتومي. ليه الزملاء الافاضل تقول له اهم حاجه تقول في الفانكشنز وبيزال جانجليا انها موتور 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 كنترول، مفيش لينا اي علاقه بالسنسيشن، حكم في الحركات. انما الزملاء الاصغر سنا واللي عندي امل فيهم كبير ان هم بيقروا كتير، البيزال جانجليا لاب مش متداخله فقط مع الموتور كنترول، وده المهم الامتحان، وده المهم الامتحان، لكن مهمه كمان في البيهيفير. وادي مثال هو فقره المعلومات العامه، ما تقولوش لحد، بقول للزملاء الاصغر سنا، ان الادكشن الادمان ده نوع من انواع سوء البيهيفير له علاقه وثيقه بالبيزال جانجليا. مرض نقص الانتباه وفرط الحركه الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديس اوردر له علاقه بالبيزال جانجليا. التكس الناس اللي بتحرك وشها بطريقه غريبه كده حركه متكرره لها علاقه بالبيزال جانجليا. ولست طويله بما يعنينا احنا كطالب، انا لسه في الطب مش متخصص، البيزال جانجليا موته. لكن في يوم من الايام لما اتخرج تقول اه العبد الله الدكتور ناجي قال لنا ان امراض البيزال جانجليا بتؤثر على البيهيفير مش بس موته، بس دي نبقيها في الباك اوف اور مايند. انا بقولها للزملاء الاصغر سنا عشان يبقوا فاهمين ان الادكشن الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف ديس اوردر، الاو سي دي اللي هو الوسواس الخناس الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، التكس اللي بتحصل في وش الناس يقعد يحرك عينيه ووشه بحركات، كل ده بيزال جانجليا، حاجات بيهيفير مش بس موتور كنترول. كانت هذه فقره في المعلومات العامه. ما يجي لنا فانكشنز وبيزال جانجليا، فانا لازم يا اولاد اقول خمس وظائف. كوديت ثلاثة خاصة، بيوتامين، جلوباس باليدس. حلوة كده؟ حتى حطيتهم لك في دوائر. يبقى هتبتدي بعناوين أنت عارفها في البيزال جانجليا. الكوديت والبيوتامين والجلوباس باليدس، هما الثلاثة. مش احنا قلنا إن هما 3 ميجر نوكلياي، يبقى دول يدوك 3 فانكشن. حلوة في التذكر. كوديت نيوكليس، بيوتامين، وبعدين الجلوباس باليدس. كوديت نيوكليس مع السريبرال كورتكس. كانت بتعمل ايه؟ قلناها بتعمل البلاننج، اهم كلمه هنا بتبلان. لما كان الاسوشيتيف اريا يدولها المعلومات، احنا شفنا واحد راجل بيهددنا بالقتل، اتصرفي، عاوز اهرب، عاوز الاول احمي نفسي، او في عصايه نازله عليا لازم الاول ارفع ايدي عشان اتلقفها واجري، يبقى عاوز اعمل كذا حاجه، اتلقف الضربه واهرب. فبتعمل بلاننج للسيكونسز. السيكونسز يعني الحاجات اللي هتيجي ورا بعض. اوف كوجنيتيف يعني حاجه انا مدرك بعمل ايه، ان انا بحاول اتفادى الضربه واهرب. كومبلكس موفمنتس، حركات مركبه معقده. تو اتشيف كومبلكس جول، حتى قلت حفظتها لاجيال بطريقه جميله. يبقى الكوديت بتبلان، دي اهم وظيفه. بتبلان ايه بقى؟ سيكونس يعني حركات متتابعه فيها كوجنيشن، انا عارف بعمل كوجنيشن يعني ادراك، ومعقده لاني بعمل كذا حركه بغيه ان انا اهرب من هذا السيتويشن موفمنتس. طيب تاني وظيفه للكوديت نيوكليس
انها بتكنترول التايمينج رابيد اور سلو والسكيل سمول اور لارج. بصوا يا اولاد على الكتابه اللي انا كاتبها قصادكم، ايه رايك؟ كل الحروف متناسقه اهي، خلاص قد بعض. يعني اللي بيكنترول السكيل، هل الحروف اكتبها صغيره ولا كبيره؟ ده هو الكوديت نيوكليس. لو باظ عندي الكوديت نيوكليس، هتكتب وانت بتكتب كلمه هتكتب حرف كبير وحرف صغير، بتذكرني لما كنا لسه اطفال يا اولاد، عندنا كوديت نيوكليس بس ما اتمرنتش، زي كمبيوتر ما فيهوش السوفت وير. فتلاقي الطفل لما تقول له اكتب الف يروح مريح نص الصفحه، يا بابا صغر شويه اكتب ب بقى صغيره، يروح كاتبها صغيره جدا. كان نوت كنترول سكيل. احنا نقدر نكتب كل الحروف صغيره او كل الحروف كبيره. ثانك جاد فور كوديت نيوكليس، لانها بتكنترول السكيلز. طب مش كده بس، بتكنترول التايمينج. اقدر اكتب ببطء خط منمق سلو، واقدر انا مستعجل اكتب بسرعه رابيد. لو باظ الكوديت نيوكليس، انا رسم لك رسمه لطيفه قوي. لو انت ما عندكش كوديت نيوكليس مظبوطه، ما انتش عارف تكنترول سكيل، نقول لك ارسم وش واحد، ترسم زي الطفل. تلاقي الطفل راح هرسم لك دايره وعين ودن صغيره ودن كبيره، عين صغيره عين كبيره، مش عارف يكنترول سكيل، ان يرسم العينتين قد بعض، الودنتين قد بعض. الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. كل مره يا اولاد وانت بتكتب حروف منمقه كلها قد بعض، ذا سيم سكيل، ثانك جاد فور كوديت نيوكليس. وانت بتلاقي وقت الامتحان قرب ينفذ واضطريت تسرع الكتابه، كنت بتكتب في اول امتحان ببطء في الاخر رابيد، يعني بالكنترول التايمينج، ثانك جاد فور كوديت نيوكليس، لان هي دي وظيفتها. الكوديت نيوكليس ويز سيريبرال كورتكس الاسوشيتيف ارياس في الاول، والبروجرامر اريا البريموتور والسبلمنتال في الاخر، بتكنترول التايمينج والسكيلز. وقبلهم واهم من ده، انها بتكنترول البلاننج اوف سيكونس تو اتشيف كومبلكس جول. ان انا واحد رافع عليا شوبه هيضربني، رحت رافع ايدي عشان اتلقفها، وهم اقوى مني ومعيش حاجه انا، يبقى وانا بتلقفها بفكر ايه اللي هعمله بعد كده، هتفادى الضربة وهجري. مين اللي حط الخطة الأول؟ الضربة ما تجيش عليا، وبعدين أجري وأبص أروح فين ورا إيه؟ أنط في مواصلة أو في حاجة من هذا القبيل ولا أستغيث؟ الكوديت نيوكليس بتبلان السيكونس، تتابع اللي هعمله. واعي أنا بعمل إيه؟ الكوجنيتيف حاجة معقدة تو أتشيف كومبلكس جول. بينما البيوتامين سيركت يا ولاد ويذ، كل حاجة ويذ، يبقى الكوديت ويذ سيريبرال كورتكس. البيوتامين سيركت ويذ كورتيكو سباينال سيستم، دي بتكسكيوت بتنفذ بصوره هنا بقى مش كوجنيتيف، مش فيها ادراك، ممكن في السب كونشس، يعني مش مركز فيها. ليرنت باترن اوف موفمنتس، انا رسم لك رسومات تذكرك، يعني حاجه بعملها وانا مش مركز فيها في السب كونشس مايند واتعلمتها قبل كده، ان انا مثلا هامرنج انيل ادق مسمار، ممكن انا اكلمك واكون بدق مسامير، ساعات حتى المنجد تلاقيه عمال يدق وبيكلمنا. طيب القص، ممكن اقص ورق مثلا، عاوز اشرد ورق مهم عاوز اقطعه عشان ما حدش يشوف مكتوب في ايه، وانا عمال اكلمك واقطع في الورق ماسك المقص صاحب قطع. سب كونشس ليرنينج باترن. ايفن الرايتنج نفسه، ان انا اكتب الحروف اللي بيعملها البيوتامين سيركت، بس اكتبها كبيره ولا صغيره، اكتب بسرعه ولا ببطء، ده الكوديت. يبقى واحد يبلان يخطط، سيركت تخطط وسيركت تنفذ. اظن واضحه. يبقى اهم كلمه في الكوديت هتكتب لي ايه؟ انها تخطط، تخطط الحاجات اللي انا ببقى واعي وانا بخطط، كوجنيشن يعني ادراك، حاجات ورا بعض كومبلكس. هتلقف الضربه الاول بايدي باللي هو الراجل اللي بيضربني بشومه كبيره، بعدين وانا بتلقفها وابص حواليا هجري فين عشان ما يتكاثروش عليا. يبقى البلاننج. نمره اثنين بتكنترول التايمينج، هل اكتب بسرعه ولا ببطء، مثال جميل السكيل، حروف صغيره ولا حروف كبيره. تبوظ الكوديت اهو، تبقى زي الطفل ترسم بالطريقه دي، عين كبيره عين صغيره، ودن كبيره عين صغيره،
وإن صغيرة تكتب الطفل تقول له اكتب اكتب لك حرف يملى لك الصفحة وبعد كده حرف صغير قوي بهدلة. يبقى الكودين ببلان. طب والبيوتامين بتكسكيوت بتنفذ سبكونشس في اللاوعي فاميليار حاجات متعود عليها كل ده صح ليرنت باترن اوف موفمنتس. ايه الحاجات اللي نتعلمها ممكن اعملها وانا بكلمك؟ ادقدق مسامير اقص ورق اكتب انما التحكم في الحروف وفي السرعه دي عاوزه الكوديت. طيب تعالى بقى الجلوبس باليتس رقم 4 تحت عشان نخلص الوظائف الخاصه. البوشر تيكن تو بيرفورم بارتيكولار موفمنتس يعني عشان اعمل اي موفمنتس في بوشر باخده انا عاوز اكتب خلاص كده. فعشان الكتابه تبقى فاين او اعمل حاجه بدقه لازم ايديا تاخد وضع معين يا اولاد. الوضع ده البوشر تيكن عشان اعمل بيرفورم موفمنتس معينه دي بيعملها جلوبس باليتس. دي الوظائف الداتا الخاصه. فاضل بقى وظيفتين في العموم. انه البيزا جانجليا ككل بتنيشيت وتريجوليت الجروس انتنشال موفمنتس. يعني وانا بمشي سوينجينج اوف ارمز كده صح ديورينج ووك ده بيعملها البيزا جانجليا. وانا بتكلم في اكسبريشنز وش تعبيرات تدل هل انا مبسوط متضايق نعملها ال بيزا جانجليا. وفي العموم الوظيفه الخامسه والاخيره يا اولاد كنا قلناها ان البيزا جانجليا mainly inhibitory to muscle tone. كنا حطينا فيه اربعه بيستيميليت الاسترتش ريفلكس 4 سوبرا سباينال فاسيلتاتوري سنتر وخمسه سوبرا سباينال انهبيتوري كان منهم البيزا جانجليا. لكن خد بالك البيزا جانجليا فيها حتت بتستيميليت وفيها حتت بتنهبت. ما احنا لسه قايلين في الاستايل كولين بيستيميليت في الدوبامين بينهبت. فواحد يقول لي ازاي انت تقول بقى انها انهبيتوري؟ لقوا وده للزملاء الاصغر سنا لو عملنا ديفيوز ستيميليشن للبيزا جانجليا شغلنا البيزا جانجليا كلها مع بعض الريزلت هتبقى انهبيشن. فعشان كده قلنا البيزا جانجليا انهبيتوري. بس افهم دي مهمه في الفهم جدا في الامراض. البيزا الجانجليا دي مش واحده دي جانجليا نوت جانجليون. فيها حتت ستيميلاتوري وفيها حتت انهبيتوري. لكن لو عملت اوفرول ستيميليشن لكل بيزا جانجليا النتيجه انهبيشن للماسل تون. يبقى دي الخمس وظائف هتقسمهم ازاي ولا بيهم الاشارات افهمهم. ثلاث وظائف خاصه كوديت ومع السيربكورت كل حاجه معه وبيوتامين مع الكورتيكو سباينال والجلوبس باليتس. دي وظائف خاصه. الكوديت بتعمل ايه؟ دي بتخطط بتبلان حاجه فيها كوجنيشن واتشيف عشان احقق كومبلكس جول ان انا اتفادى الضربه وفي نفس الوقت اجري. ده الكوديت يبقى بلان. وبعد كده خد بالك تو كنترول حاجتين السكيل هكتب حروف صغيره ولا حروف كبيره واكتب ببطء وبتاني ولا اكتب بسرعه. ده الكوديت. طب البيوتامين دي بتاكسكيوت يبقى مش بتخطط تنفذ. الحركات اللي احنا الفاميليار اللي بنعملها في السب كونشس ممكن اعملها وانا بكلمك. انا بكلمك وبدق بكلمك وبقص وايفن الرايتنج ده البيوتامين دي اللي بتكسكيوت. طب الجلوبس باليدس بتحط البوشر بتظبط بوشر اللي لازم لاي حاجه. هجيب حاجه من تحت المكتب اجيب حاجه من حته عاليه هعمل حركة دقيقة بإيديا لازم يبقى مثبت إيديا كده كويس عشان أقدر أتحكم في الفاين موفمنتس. ده جلوبس باليتس. طب نقرا بقى كل البيزا جانجليا ككل بتعمل الأسوشيتيف موفمنتس السوينجينج أوف ذا أرمز الفيشال إكسبريشنز اللي بتصاحب وأنا بتكلم. وبعدين في المجموع البيزا جانجليا لو عملت لها ديفيوز ستيميليشن نتيجة هتعمل إنهبيشن للمسل تون. ده كان سؤال نظري وسؤال مهم فانكشنز فيسيولوجي وبيزا جانجليا. بتعمل ايه البيزا جانجليا؟ ليه ربنا عمل بيزا جانجليا؟ تاني هتقسمهم ازاي؟ لبيه بالاشاره تفهمه. ثلاثه اثنين ثلاثه تخصص تقول اسم حاجه فهتقول اهي الكوديت هتبلان وهتكنترول التايمنج والسكيل. طب هتبلان ايه؟ هتبلان سيكونس يعني تتابع حاجات سيكونس تتابع انا مدركها كوجنيتيف تو اتشيف كومبلكس جول.
وتكنترول حاجتين التايم بسرعه لبط السكيل صغير ولا كبير. واديتك مثال رائع لو بازل الكوديت نيوكلياس هترسم الوجه بهذه الصوره. طب يبقى الكوديت بتبلان، طب والبيوتامين مع الكورتيكوسبينال كل حاجه مع دي مع الكور سيربا كورتيك دي مع الكورتيكوسبينال تكسكيوت حركات لو قال لك اه بنعملها في السبكونشس صح متعلمينها ليرنت صح فاميليار معتادين عليها كل ده صح باترن اوف موفمنت زي ايه ادينا امثله هامرنج انيل وزي استخدام السيزر. طيب الجلوبس باليدس بتدي البوشر اللي لازم تو بيرفورم بارتيكولار فاين موفمنتس. فاضل لي وظيفتين بقى ما بحطش عنوان في الاول الانيشيشن اند ريجوليشن اوف جروس انتنشنال موفمنتس. زي ايه جروس انتنشنال موفمنتس؟ زي سوينجينج اوف ارمز ويز ووكينج لما بمشي بطوع ايدي وزي الفيشال اكسبريشن. وفي المجموع يا اولاد ان البيزال جانجليا مينلي انهيبيتوري تو ماسل تون. طيب في معلومتين مهمين على البيزال جانجليا في الام اس كيو. ان البيزال جانجليا هاي اوكسجين كونسامشن بتستهلك اوكسجين كتير جدا فيها نحاس كتير هاي كابر كونتنت. وفي مرض اسمه ويلسون ديزيز. ايه الويلسون ديزيز ده؟ لو قل البلازما بروتين اللي بيشيل الكابر اللي هو اسمه سيريولو بلازمين لو قل السيريولو بلازمين يبقى الكابر مش هيتشال يترسب في الأنسجة في الليفر وفي البرين فالكابر يعمل انتوكسيكيشن هتسمي بالكابر ومش بتشال على السيريولو بلازمين ويحصل لي ديجنريشن في الانتيكولار نيوكلاس. فاهمين الانتيكولار دي اللي هي البيوتامين والجلوبس باليدس قلناها قبل كده. فيحصل مانيفستيشن غريبه تلاقي الشخص يحصل له تريمورز دي تتهز مصل ستيفنس يبقى ناشف ويحصل له هلوسه يسمع حاجات ويشوف حاجات ما احنا مش شايفين ولا سامعين. ده بالنسبه للبرين. طب وبالنسبه للليفر لما الكابر يترسب في الليفر يبوظه يجي لك صفره جوندس والليفر يبوظ يبقى تحس بفاتيك الليفر تعب اللي عندهم الكبد تعبان بيحسوا بويكنس وفوميتنج عاوز تتقايه واستسقاء اسايتس ده اسمه ويلسون ديزيز يا اولاد. يبقى لا تنسى البيزا جانجليا لها هاي اوكسجين كونسامشن تستهلك اوكسجين كتير قوي وبعدين عندها هاي كابر كونتنت. لو نقص وده مرض كونجينيتال السيريولو بلازمين بلازما بروتين اللي بتشيل الكابر نحاس النحاس ده يبوظ الليفر يترسب في الليفر يبوظها فيجي لك خيء وصفرة جوندس واستسقاء وتعب ويترسب في المخ يجي لك تريمورز رعشة ومسل ستيفنس. فين بيترسب في الوجه الخاص؟ في العدسة الانتيكولار نيوكليس فبيديك مسل ستيفنس وتريمورز وهلوسة. مش ده المهم. اهم مرض هقوله دلوقتي حالا يا اولاد وهو ده اهم سؤال في البيزا الجانجليا وهو ده درة المحاضرة باركنسونيزم الشلل الرعاش. تعال ناخد امراض البيزا الجانجليا يا اولاد. امراض البيزا الجانجليا اكثر من ان تحصى لكن المرضين المهمين هما الباركنسونيزم والكوريا. خلاص هاخدهم بترتيب اهميته باركنسونيزم ثم الكوريا. نتفق من الاول امراض البيزا الجانجليا يا اولاد اغلط اعمل اي حاجه بس مش عاوز عبط. لازم في حاجتين يوم ما تبقى مش عارف الاجابه تقول له انا مش فاكر المرض فيه ايه بالظبط بس فاكر كلمتين ان كل امراض البيزا الجانجليا فيها نمره واحد عد معايا حركات لا اراديه اتنين تغير في التون بس ده البيز ده القاعده وهقولها ولا اكل ولا امل. البيزا الجانجليا والسيربيلوم اللي هو محاضرة اليوم لا علاقة لهما البيزا الجانجليا والسيربيلوم بالإحساسات مفيش أي لخبطة في الإحساس اللخبطة كلها حركية. في حالة البيزا الجانجليا بتظهر في صورتين حركات لا إرادية زي ما هنشوف وهمثلها لك وتشينج في المسل تون. أبتدي بالباركنسونيزم وهو الشلل الرعاش paralysis agitans سمي باركنسونيزم نسبة إلى راجل إنجليزي اسمه باركنسون
باركنسون ده بريتش ساينتست اللي اكتشف المرض، وكان ذلك في 1817 حتى انا فاكر الرقم لانه سنة 1817 ده الباركنسون اكتشف المرض، راجل انجليزي وسماه باركنسونيزم. كم واحد في عالمنا هذا عندهم باركنسونيزم الشلل الرعاش؟ بيقدر بعشرة مليون. المرض ده بيجي في سن الكبير، 4% فقط منهم تحت سن 50 سنة، معظمهم 96% من المرضى العشرة مليون اللي اتكلمنا عليهم فوق سن 60 سنة. نسبته في الرجالة أكثر قليلة، مرة ونص في الرجالة قد الستات. من المرضى المشهورين جدا محمد علي كلي اللي هو خطير الرياضي الأول في العالم في القرن العشرين، عدد من الزعماء رحمهم الله، حافظ الأسد، ياسر عرفات اللي هو الزعيم الخالد، بورقيبة بتاع تونس. أنا ليه بقول الأسماء؟ عشان خاطر تعرف قد إيه هذا المرض منتشر. 10 مليون عندهم باركنسونيزم في عالمنا هذا. أنا بستغل شوية إنه أشهر مريض كان محمد علي كلي اللي هو كان يعني أسود البشرة، فالمرض بيصيب السبستانشا نيجرا المادة السوداء، نيجرا يعني أسود صح، سبستانشا نيجرا اوعى تنساه. باركنسونيزم محمد علي كلي الأسود كان المرض في السبستانشا نيجرا. طيب دي أول نقطة. النقطة الثانية، حب النظام قوي. الكوزيس اهي انا كاتب لك، اول حاجة اللي جنفين في السبستانشا نيجرا، الاسباب المرض، اهم مرض احنا بيحصل في العواجيز سيريبرال اثيروسكليروزيس، تصلب الشرايين اللي بيحصل في السن الكبير يؤدي الى نقص. اوعى تنسى الباركنسونيزم متعلق بالدوبامين، اشهر كيميكال ترانسميتر في المخ متعلق بامراض كثيرة، يؤدي الى نقص الدوبامين ريسبتور، تصلب الشرايين قلل الدوبامين ريسبتورز. او السبب الثاني ان ندي دوبامين ريسبتور بلوكرز، خلاص دي 2 اللي هو دوبامين ريسبتور بلوكر، دواء بيقفل الدوبامين ريسبتورز، اشهر دواء اسمه فينزو فينوثازين. انا عاوز احكي لكم قصه عن الدواء ده. الفينوثازين ده اولاد كان في زمان من اشهر الادويه المهدئه، لما الواحد يبقى متهيج يدوله فينوثازين، بس عيبه انه بيعمل ايه؟ بيقفل الدوبامين ريسبتورز. فالعيان لما ياخد طول ما هو تحت اثير الدواء يجيله باركنسونيزم مؤقت. وكنت افتكر والدي رحمه الله في زمان فكان بيدي الدواء ده لمرضاه اللي هم عندهم شيء من التوتر والتهيج، الفينوثازين. فكنت اقول له يعني انت بتديهم المرض ده الدواء ده وهو طب ما هيحصل لهم باركنسونيزم، هيجي لهم رعشه زي ما هنشوف حاجات زي كده. يقول لي ما تخافش انا بدي الدواء ده المهدئ لان ده من احسن الادويه المهدئه، وبدي معاه علاج للباركنسونيزم يخفف من وطأة الباركنسونيزم اللي بتحدث كعرض جانبي للعقار. يعني كان الوالد بيدي الفينوثازين كعقار مهدئ للمريض، وفي العرض الجانبي انه بيقفل الدوبامين ريسبتورز، فالعيان وهو واخد هذا المهدئ الفتره اللي بياخدها يجيله باركنسونيزم، فكان بيعالجه كباركنسونيان بيشن. ثالث سبب اوعى تنساه التروما. محمد علي كلي اظن خد ضرب في دماغه لما شبع. يبقى اسباب الباركنسونيزم، السبب الاول سيريبرال اثيروسكليروزيس، ثم بطريقه عبد الله سيريبرال اثيروسكليروزيس، ثم سيريبرال اثيروسكليروزيس. يعني اهم سبب للباركنسونيزم هو تصلب الشرايين اللي بيبوظ الدوبامين ريسبتور دي 2 ريسبتور، او ان واحد زي والدي رحمه الله بيدي دواء اللي هو الفينوثازين لسبب تاني خالص، عاوز يهدي عيان متهيج عنه، فكعرض جانبي يقفل الريسبتور يجيله باركنسونيزم. السبب الثالث هيترو. طيب الباثولوجي، لما انا يحصل لوس اوف دوبامين، الدوبامين ده قلنا انهيبيتوري، كان بينهيبيت النيو ستريتر لو كنت فاكر. فلما انا ادي دوبامين يبقى انا شلت الانهيبيشن تو بيوتامين، انهيبيشن اوف بيوتامين ليدنج تو بريدومينانس اوف اكسلتيشن. لما تشيل الانهيبيشن يبقى انت بوظت البالانس ما بين الانهيبيشن والاكسلتيشن، يبقى هتنتهي القصه بايه؟ باكسلتيشن. عشان كده كان عندي يبقى ناشف،
عنده هايبرتونيا وعنده تريمورز اللي هو اللي ده لكم دلوقتي حالا. يبقى انا لما بشيل الدوبامين انهيبيتوري هيحصل اكسايتيشن، يبقى اللوس اوف دوبامين انهيبيشن هيؤدي الى امبالانس وطبعا اكسايتيشن. تعال بقى نشوف المانيفستيشن. يبقى اتكلمنا لحد دلوقتي ثلاث نقاط، الليجن افتكر محمد علي كلي كان الاسود يبقى السبستانشا نيجرا، الاسباب اللي هي الباثولوجي قلنا اهم سبب سيربا اسكروز او الدواء اللي بيقفل الدوبامين ريسبتور او هيتروم، الميكانيزم الدوبامين، اوعى تنسى الباركنسونيزم دوبامين، باركنسونيزم دوبامين وهنشوف هنعالجه ازاي دلوقتي، هندي دوبامين اللي هو بيبقى انهيبيتوري فيحصل اكسايتيشن. نيجي بقى الكاركترز، مفروض في حاجتين، حركات لا اراديه وتغير في المسل تون، بس اكشلي في ثلاث حاجات وانا عملتها بطريقه مبدعه يا اولاد، لان ده اهم سؤال في البيزا جانجيا. يعني لو طالب قال لي عاوز اقرا في البيزا جانجيا سؤال واحد بس، وفي 90% مش هيخرج عنه الامتحان والاسئله اللي ام اس كيو، اقول له اقرا باركنسونيزم. اول حاجه العيان عنده ستاتيك تريمورز، العيان بالشكل ده يعني ستاتيك تريمورز ريزميك، يبقى الباركنسونيزم الحركات اللا اراديه ريزميك وريبيتيتيف، يبقى في ايقاع وريبيتيتيف بيتحرك بالشكل ده. تعرف لي عنها ثلاث كلمات، عد معايا كل واحد عرض في الثلاثه عليه ثلاث حاجات. ستاتيك تريمور، ستاتيك يعني ديورينج ريست، لو ستاتيك يعني اثناء الريست، تضيع بالفولانتري موفمنت، لو جه ياخد منك كوبايه يسلم عليك الحركه وقفت، لما ايده تبقى ثابته في حركه ستاتيك. يبقى اول نقطه انها ستاتيك يبقى دورينج ريست، ديسابيرز بالفولانتري موفمنتس والسليب. وعلى فكره كل الحركات الاراديه بتاع البيزا جانجليا تقل لما تعمل حركه اراديه، الحركه اللا اراديه تقف او لما ينام، وتزيد بالايموشن زي لو انفعل تلاقي الحركه زادت. طب النقطه الثالثه شكلها ايه، كانه بيعمل ايه، اوصف الحركه، كانه بيسبح، بيل رولينج، بيل رولينج يعني بيسبح، لو خدتها بالتصوير البطيء كأنه بيسبح. يبقى الباركنسونيزم عنده ستاتيك تريمور، ستاتيك تريمور تديك حاجتين من الثلاثة، ستاتيك يبقى دورينج ريست. طيب يبقى النقطة الثانية دورينج ريست يبقى تضيع بالموفمنتس وتضيع بالسليب وتزيد بالإيموشنز. طب شكلها ايه، بيل رولينج. كانوا زمان أقول لكم حاجة فكاهة كده في مزاح، يسموها زمان سيجارة ترولينج، لأن زمان كانت السجاير يا أولاد الناس بتلفها، ما كانش فيه السجاير اللي بتتباع علب دي مكان. طبعا دلوقتي لو قلت العام بيلف سجاير هيبقى بتشتمه، لأن السجاير اللي بتتلف دلوقتي مش هي العادية اللي بيدخنوها، سجاير تلف دي حاجة تانية. فعش كده غيروا المصطلح ده، كان زمان أيام والدي يقولوا العام شكل التريمور سيجاريت رولينج بيلف سجاير، دلوقتي خلوها بيل رولينج، لان سيجاريت رولينج دلوقتي تودي جهنم، انما بيل رولينج تودي الجنه. يبقى ده الاستاتيك تريمورس. طيب تاني حاجه، يبقى شفنا الاستاتيك تريمورس، قلنا بماذا تتميز الحركات بقى هنا، انها ريزميك، خد بالك لان الكوريا هتبقى نون ريزميك ونون ريبيتيتيف، انما ده ريزميك وريبيتيتيف. ثلاث كلمات، ستاتيك يبقى دورينج ريست، تضيع بالموفمنتس قلنا والسليب انا زودت لكم، وتزيد بالايموشنز، شكلها بيل رولينج. وعلى فكره بتحصل في الماندبل كمان، يعني الفك يعني عين كده. طيب نيجي ريجيتي يا اولاد، هنا ريجيتي تعرف لي عنها ثلاث كلمات، الباركنسونيان ريجيتي، وهنفرقها من ريجيتي بتاعت الشلل النصفي الدي سيريبريت ريجيتي. هنا ريجيتي بتبقى الاكستنسور والفليكسوس الاثنين مع بعض، بس مور ان ذا فليكسور، فالعيان يبقى عنده الفليكسور اتيتيود كده متني كده، يبقى هي في الفليكسور اكستنسور، انما مور ان ذا فليكسورز، بينما بتاع الشلل النصفي كانت اكتر في الانتي جرافيتي ماسل، فكالعيان بيبقى تاني ايده وفرد رجله كده بتاع الشلل النصفي اكتر في الانتي جرافيتي، دي اكتر في الفليكسورز.
طيب تاني حاجة في بتاع الشعر النصفي كنت تمتني ايده الاول في مقاومة وبعدين مفيش مقاومة زي المطو ارنن الغزال كلاس نايف. انما ده لو تنت ايده تلاقي المقاومة موجودة طوال الحركة كأنك بتتني انبوبة رصاص. عارف الانابيب الرصاص بتاعت السباك بتاعت البلامر لما تتنيها المقاومة موجودة طوال الحركة فيسموها ليد بايب زي الانبوبة الرصاص. لو تريمولز جامدة جدا هتلاقيها مش بس طوال الحركة وبتقطع بتنتش بالشكل ده فيسموها كوج ويل كأنك ماسك ترسين كوج ويل اللي هو التروس كوج ويل العجلة بتاع الترس لما تمسك ترسين وتدورهم غير المقاومة هتلاقي فيها تنتيش. فالشخص ده يا إما ليد بايب كأنك بتدي أنبوبة رصاص يا إما كوج ويل. طب تالت حاجة هنا التريمورز عن طريق الألفا والجاما إنما هناك في الدي سيريبريتري جي تي اللي هي الشال نصفي كانت عن طريق الجاما بس. ده واحد من أشهر أسئلة إمس كيو وشافه. أشهر نوعين من الريجيتي في مرضى الأمراض العصبيين هما دول الريجيتي بتاعت الباركنسونيزم باركنسونيان ريجيتي والريجيتي دي بتاعت الشال نصفي اللي يسموها الدي سيريبريتري جي تي. فرق الأول هناك كانت أكتر في الأنتي جرافيتي ماسلز فليكسورز في الأبر ليم وإكستنسور في اللور ليم بالشكل ده. إنما هنا في الفليكسور والإكستنسور مور إن ذا فليكسورز مش كان العام بياخد الفليكسور أتيتيود. تاني سبب هناك كان لما تتني إيده المشلولة المقاومة في الأول وتضيع في الآخر كلاسب نايف. إنما هنا لا المقاومة طوال الحركة كأنك بتتني أنبوبة رصاص ليد بايب أو لو بتنتش هتبقى كوجويل. كوجويل هناك كانت عن طريق الجاما بس هنا جاما ألف. ده واحد من أشهر أسئلة شفوي وإمس كيو لأن دول أشهر نوعين من ريجيتي في الأمراض العصبية. نورهم تالت انتوا قولوا بقى أنا سمعك أولاد. هناك في العين شعر النصفي كانت الريجيتي أكتر في انتي جرافيتي اللي هما الفليكسور في الابر ليم والاكستنسور في اللور ليم. انما هنا في الاكستنسور والفليكسورز مور ان ذا فليكسور عشان كده واخد الفليكسور اتيتيود. هناك لما تتني ايده المقاومه في الاول وبعدين تضيع يبقى كلاس نايف. انما هنا المقاومه طوال الحركه ليد بايب او لو بتنتش تبقى كوجويل. هناك عن طريق الجاما هنا عن طريق الجاما والالفا. كان مفروض كده خلصنا ان اتكلمنا عن التون والحركات اللا اراديه. قال لك كنتيجه لان العين ناشف الحركه بتاعته بقت صعبه عنده ايه كاينيزيا. ايه يعني لا وكاينيزيا يعني حركه صعوبه الحركات. رحمه الله كان عشان كده الراجل اللي هو باركنسون الراجل الانجليزي اللي اكتشف المرض في 1817 سماه الشلل الرعاش. هو العام مش مشلول على فكرة خالص بس من كتر ما هو ناشف مش عاوز يتحرك فكأنه مشلول وفي نفس الوقت عنده تريمورز فشموه الشلل الرعاش من كتر من نشفاه مش عاوز يتحرك عنده ايه كاينيزيا. كان رحمه الله استاذي دكتور محمد طلعت عنده جملة لا انساها وحب اذكر الناس دي بكل الخير. كان يقول لنا جملة لا انساها ولاد. كان يقول العيان lacks the will to move not the ability to move فاقد إرادة الحركة وليس مقدرة الحركة. هو يقدر يعمل أي حركة بس من كتر ما هو ناشف مش عاوز يتحرك. فتعال ناخدها من فوق لتحت. من كتر ما هو ناشف أنا بتكلم شوف وشي في تعبيرات كده يعني بعبر على اللي بقوله. هو بنكلم mask face فيش أي تعبيرات في وشي expressionless face يعني فيش expression كأنه لابس ماسك فيسموها ماسك فيس أو expressionless face. وعينيه ما تربش كتير infrequent blinking. طب خد الكلام ميجي يتكلم بقه ناشف فما ينغمش الكلام زي ما ينغمه كده يطلع الكلام بتون واحد monotonous. مونو يعني واحد وتون يعني تون واحد monotonous speech. ازيك انت عامل ايه
كويس الحمد لله. طب لما يمشي احنا نفتح البرجل، هو ناشف ناشف، فيمشي شورت ستيبج، وقلنا البيزا جانجل هي اللي بتطوح الايدين، ولاك اوف سوينجينج اوف ارمز. اتمنى تشوفوها اهي كده، احاول ارجع على قد ما اقدر. يمشي شورت ستيبج ومفيش سوينجينج اوف ارم، ما يحركش ايديه، ادي المشيه بتاعته. يبقى الجيت شورت ستيبج، جيت يسموها شافلينج لانه بيكحل، تسمعت الصوت شافلينج جيت ولاك اوف سوينجينج اوف ارم. ده اشهر مرض في البيزا الجانجل اللي هو الباركنسونيزم يا اولاد، تبقى عارفه. تاني بقى، ما عشقت مثل عشقي للنظام. جالك المرض الباركنسونيزم، هتشرحه يا اولاد في النقاط الخمسه الاتيه. قولوا معايا، واحد، مين الحته اللي في البيزا الجانجليا اللي اصابت في الباركنسونيزم؟ مين اشهر مريض الاول؟ هتفتكروا عملتها ازاي؟ محمد علي كلي اللي كان لونه ايه؟ بشره سودا، سابستانشا نيجرا، اللي هي مش بيزا الجانجليا، هي ريليتد تو ذا فانكشن ان تو بيزا الجانجليا، يبقى المرض في السابستانشا نيجرا. طيب الكوزس ايه؟ اشهر سبب ده قلنا، انا ايه اللي بقول النسب عشان تفهم، 4% بس من العيانين تحت سن 50، لان معظم اسباب المرض سيريبرال اثيروسكليروزس ثم سيريبرال اثيروسكليروزس ثم سيريبرال اثيروسكليروزس، بتبوظ الدوبامين ريسبتور، او كما كان يفعل الوالد، هو بيقفل الدوبامين ريسبتور بدواء، فالعاني يجي له باركنسونيزم كعرض جانبي. كان بيقول لي بدي له كوجنتين، ما تخافش بدي له علاج الباركنسونيزم. بطلوا الكوجنتين ده، المعلوماتكم مش كتير دلوقتي، لاين اول مستر. يبقى دوبامين ريسبتور بلوكر تاني سبب، او محمد عايك ليه هيتروم. يبقى قلنا اول حاجه سبستانشال نيجرا والاسباب. طب قول لي الباثولوجي، اهم كلمه، مين الترانسميتر؟ دوبامين. مين الترانسميتر؟ دوبامين. مين الترانسميتر؟ دوبامين اللي هو انهيبيتوري، فالبالانس يحصل اكسيتيشن، شلت انهيبيتوري يحصل اكسيتيشن. الرابع نقطه هي الاهم بقى، ظواهر المرض. انا متخيل حاجتين، حركات لا اراديه وتغير في التون. الحركات اللا اراديه ستاتيك تريمورز، والتون زايد باركنسون انرجيتي. كنتيجه لزياده التون بطريقه رهيبه، العام مش عاوز يتحرك من كتر ما نشف، فظهر عرض ثالث، مفروض ده فوق البيعه بقى، ايه؟ كاينيزيا. بسبب النشفان الرهيب العام فقد اراده وليست مقدره الحركه. ستاتيك تريمورز، يلا قولوها من اسمها لطالب ذكي، ستاتيك. يبقى ديورينج ريست، تضيع بالموفمنتس، يبقى كده عارف. انا متخيل شحات عنده باركنسونيزم، فانت شايفه عمال يتهز كده، تو ما جيت تديله الحسنه ضاعت التريمورز، فالناس تفتكر انه بيضحك عليه. لا، هو التريمورز كده في الباركنسونيزم، وهو ما بيتحركش في استاتيك تريمورز، يضيع بالحركه ويضيع بالنوم ويزيد بالايموشنز. طب شكله كانه ايه؟ بيل رولينج. يبقى ثلاث كلمات، يورينج ريست، يضيع بالحركه والنوم، بيل رولينج، ثلاثه. نيجي ريجيتي، وقلتها بطريقه جميله، هقارنها بريجيتي بتاعت شال نصفي اللي هو الدي سيريبريت والباركنسونيزم، من اشهر الاسئله في الكلينيكال وفي الام اس كيو، وبعد كده بامراض عصبيه. هناك كان ريجيتي بمثلها ليه الطالب يقول لي ما بننساش انت مثلتها ازاي؟ هناك العيال اللي عنده شال نصفي كان كده، في الانتي جرافيتي ماسل، فليكسور ابر ليم واكستنسور لور ليم. انما ده عنده في الفليكسور والاكستنسور، مينلي في الفليكسور، فباخد الفليكسور اتيتيود، صح؟ طيب هناك كان لما تتني ايده في الاول في مقاومه، وبعدين المقاومه تضيع، كلاسف نايف. انما هنا المقاومه موجوده اول ثرو، زي ما كانك بتتني انبوبه رصاص بتاعت السباك ليد بايب، او لو بتنتش يبقى كوب ويل، كانه ترسم في بعض، يبقى ليد بايب اور كوب ويل ريجيتي. هناك كان عن طريق الجاما ايفرن بس، انما هنا جاما والفا. طيب نيجي ثالث واحده بقى، كنتيجه لريجيتي الرهيبه، العيان رحمه الله استاذنا الدكتور محمد طلعت فاقد لاراده الحركه وليست مقدره الحركه. He is able to do any movements but he does not يعني ما عندوش الويل to move. هناخد ثلاثه من فوق لتحت، الفيس ماسك فيس اكسبريشن ليس فيس ويز انفريكوينت بلينكينج، كلام
بتون واحد monotonous speech monotonous speech. طب الجيت ما بيفتحش البرج ما هناش يبقى short steppage او shuffling بيتحد والايدين ما فيش swing. نقطة الخامسة بقى treatment of Parkinsonism. إذا عرف السبب بطل العجب. إذا عرف داء فالدواء. إحنا قلنا إن السبب نقص الدوبا. يبقى أشهر علاج وأنا بقول للزملاء الأصغر اللي بيعلموا الورق. في لستة من العلاجات يا أولاد. أنا عاوزكم لما الطالب يكتب أول راح تدور الفول مارك لأن هو ده العلاج دلوقتي. الباقي كله كان فارغ. يبقى إحنا عاوزين العين ده نديله دوبامين لأنه ناقص عنده دوبامين. حضرتك لو اديت الدوبامين ما بيروحش البرين. Does not cross the blood brain barrier. Treatment of Parkinsonism. اهي. Treatment. ثلاثة تي عن treatment. لو أنا اديته دوبامين اللي هو ناقصه. الدوبامين does not cross the blood brain barrier. بيروحش المخ. فبديله إل دوبا. اسمه ليفو دوبا. ليفو دوبا. هو ده العلاج يا أولاد. بقى كله كان فارق. Unlike دوبامين. خلاص. It can cross the blood brain barrier. هنا دي غلط. مفروض اكتبها unlike dopamine. على عكس الدوبامين. It can cross the blood brain barrier. مش على عكس الدوب. خلاص على عكس الدوبامين. هصلحها اهو. حالا. على عكس الدوبامين. It can cross the blood brain barrier. ويتحول هو بقى جوه الى يتحول جوه الى دوبامين. ده الموست افكتيف ميديكيشن يا اولاد. ده احسن حاجه النهارده. في طبعا ادويه تانية بنفس المنطق ان احنا ندي دوبامين اجونس يعني حاجه مش دوبامين حاجه زي الدوبامين. في ناس بيستخدموه كعلاج. ندي كاتيكول اوميثايل ترانسفيريز انهيبيتور يمنع تكسير الدوبامين. كاتيكول اوميثايل ترانسفيريز ده كان بيكسر الكاتيكولامينز كلها ادرينالين نور ادرينالين والدوبامين. فلما ادي انهيبيتور خدناه ده مع الاوتونوميك للكاتيكول اوميثايل ترانسفيريز اللي بيكسر الادرينالين نور ادرينالين والدوبامين يبقى الدوبامين مش هيتكسر يبقى يزيد جوه. حلو. يبقى دي بنفس الفكره كاني اديت حاجه زي الدوبامين او حاجه تمنع تكسير الدوبامين. طب احنا دلوقتي قلنا يا اولاد ان في عندي الدوبامين. زمان قالوا فكره حلوه قوي الدوبامين ده انهيبيتوري الاستايلكولين اكسايتاتوري. لما انا شلت الدوبامين حصل بريدومينانس اوف اكسايتيشن. طب ما نقفل الريسبتور بتاع الاستايلكولين يبقى لا في انهيبيتوري ولا في اكسايتاتوري يبقى البالانس رجع. فكره ثيوريتيكال حلوه جدا. يبقى احنا في دوبامين انهيبيتوري واستايلكولين اكسايتاتوري. الدوبامين فقد فحصل بريدومينانس اوف امبالانس بالاكسايتيشن. طب خط الانهيبيتوري ما وقف كمان اكسايتاتوري ادي انتي كولينرجيك دراجز بيستخدموها ما بتنفعش غير في المايل كيسز لما تبقى الحاله خفيفه. الدواء اسمه كوجنتان ما بيستخدمش كده. عارف عيوبه ايه؟ اقول لك عيوبه مش عليكم بس تعلموها لروحكم. قالت انا وقفت البارا وقفت الاسيركلين وقفت البارا يبقى بدا ما يبقى عينيا يحصل بيبيلو دايلتيشن يحصل لي بليرنج اوف فيجن مش شايف كويس. البارا بيشغل الجهاز الهضمي يجي لي كونستيبيشن. فالسايد افكتس لقوها كتير قوي. فعشان كده بقول للزملاء الاصغر اللي بيعلموا لكم الورق لما الطالب يكتب لكم ليفو دوبا يكتب ال دوبا هو ده العلاج. طيب في السيفير كيسز نعمل ايه بقى يا اولاد؟ في السيفير كيسز بنعمل سيرجيكال بروسيدور. انا ما اعرفش الزملاء الصغيرين عارفين ولا لا اتصور معظمهم مش عارفين. ديب برين ستيميليشن. ديب برين ستيميليشن ده سيرجي بنحط الكترود ديب وبنحط الجنريتور بتاع الكهرباء تحت الجلد في منطقه الصدر فبنحط بحته معانا ده اسمه ديب برين ستيميليشن ما نستخدمهاش غير في الادفانسد باركنسونز ديزيز وليها بعض العيوب لكن ساعات ما فيش بد منها ان ساعات تجيب ستروك وساعات تعمل حاجات من هذا القبيل. ده العلاج. طبعا هتلاقوا مكتوب عندكم في كتبكم كلام بطلوه من زمان يقول لك خد حته من الادرينا المضله بتاعت العيان اللي بتطلع دوبامين كاتيكولامين زي ما ادرينا نور ادرينا ودوبامين اللي هو ناقصه ويحطها له في البيزال جانجليا وهنا مش محتاج اميونو سبريسيف لانه منه اليه يعني مش نسيج غريب عنه.
كلام ثيوريتيكالي حلو، انما يبقى الحقيقه ان علاج الباركنسونيزم يا اولاد هو الليدوبا، ليفودوبا، ليفودوبا هو ده العلاج. اي كلام تاني ده استكمال لزي ما بقول بعض الزملاء عايشه في جو اخر من العالم، يعني متصورين ادويه ما لا تستخدم فبنكتبها لهم او يقعد يحسب على كل واحده نفس النمره. انا بقول للزملاء الصغيرين والامل فيهم، الطالب اللي بيكتب لكم العلاج ليفو دوبا اللي دوبا هذا هو علاج الباركنسونيزم. في المايل كيسز ممكن ندي الانتي كولينرجيك نشيل الاكسيتيشن، بس عيبها تعمل له كونستيبيشن وبلير ديفيجن لانها بتقفل له البارا سمباثاتيك وتلاقي الضربات قلبه تزيد شويه يحصل له بالبيتيشن. ممكن تستخدم كوجين تاني. علاج تاني بقى في الادفانس كيس ديب برين ستيميليشن، معرفش ده موجود عندنا في جامعاتنا في الكتب ولا لا، بس ده اللي بيستخدموه بره بقوله لكم. وقف هتلاقوا كلام بقى الكود حته من الاديه مضله وحطها في البيزر جانجليا، ما حدش بيعمل الكلام دلوقتي. ده كان مرض الباركنسونيزم يا اولاد. طيب نيجي بقى المرض الثاني اللي هو كوريا. كوريا في اللاتين معناها الدانس، لان الحركات راقصه. هنا بقى المرض بيصيب مين؟ الكوديت والبيوتامين، حتى عشان تفتكرها انا قلت الباركنسونيزم فكرتها لك الحمعك ليه الاسود في السبستانشا نيجرا الماده السوداء، هنا الكوريا في الكوديت، الكوريا في الكوديت ومعاه البيوتامين. خلاص. طب الاسباب معظمها او عدد كبير منها هيريديتري ديزيز، مرض وراثي اسمه هانتينغتون كوريا، معظمها هيريديتري لكن في جزء منها اكوايرد مكتسب. انفكتيف اميون يعني ايه؟ طفل جاله روماتيك فيفر بجرثومه اسمها ستريبتوكوكاي، فالجسم كون انتي بوديز ضد البكتيريا. لسوء الحظ الانتي بوديز ده زي ما بيضرب البكتيريا، زي ما بيضرب البكتيريا يضرب البيزا جانجلا الكوديت والبيوتامين، يبقى اوتو اميون بس بدا بانفكشن، عشان كده يقولوا انفكتيف اوتو اميون. الاطفال اللي بيجي لها روماتيك فيفر خلاص 20% منهم بيحصل لهم الكوريا دي، لان الانتي بوديز اللي عملها الجسم ضد الستريبتوكوكال باسيلاي البكتيريا اللي عامله له الروماتيك فيفر الحمر الجزميه، الانتي بوديز دي ضربت الكوريا، ضربت الكوديت والبيوتام. يسموها سيدنهامز كوريا، سيدنهام كوريا اللي هي الروماتيك. في نوع ثالث على فكره من كوريا بيحدث في اثناء الحمل خصوصا في الستات الصغارين، الحمل الصغارين، اللي هو اسمه يعني كوريا جرافيديرام، جرافيد يعني حامل، كوريا جرافيديرام. ده نوع لطيف خالص، مصدر اللطف بتاعه انه 30% منهم يخفوا قبل ما يولدوا لوحدهم كده، وال 70% اللي ما يخفوش قبل ما يولدوا بعد الولاده بفيو دايز الكوريا تروح. يبقى ممكن الكوريا تبقى هيريديتري زي الهانتينغتون كوريا، وممكن تبقى اكوايرد زي الروماتيك كوريا، سيدنهام كوريا، وفي قلنا النوع بتاع الحمل. طيب نيجي الميكانيزم، هنا حصل دي جينيريشن في انهي نيرونز بقى؟ الاستايل كولين اكسيتاتوري فيحصل انهيبيشن، والجابا اللي كان بيعمل انهيبيشن للانهيبيشن فيحصل اكسيتيشن. يبقى هنا الباثو اللي باظ الدوبامين، عشان قلت دول ثلاثه ترانسميتر، الدوبامين ده بتاع الباركنسون، انما الجابا والاستايل كريم بتاع الكوريا، فتلاقي حصل العكس تماما. يبقى انت شلت الاستايل كريم اكسيتاتري او شلت الجابا اللي هو بينهبت الانهبيشن، فكانه برضه هيحصل انهبيشن. عشان كده بص هنا بقى العين عنده هايبوتونيا مش ريجيديتي، هنا كان في ريجيديتي هنا في هايبوتونيا. ولما تعمل لهم النيجيرك قلنا التون هو اللي بيمسك الرجل لما بتضرب الرجل بالمطرقه، هوريها لكم ازاي دي اهي كده، لما اضرب الرجل بالمطرقه تقعد الرجل رايحه جايه كده، تقعد الرجل رايحه جايه بالشكل ده اللي هو يسموها بندولار نيجيرك، بندولار نيجيرك ده الهايبوتوني. طيب ونيجي الحركات اللا اراديه، هنا اهم حاجه فيها انها نان ريزميك، يعني في هناك كانت ريزميك، في الاستاتيك تريمور بتبقى ريزميك وريبيتيتيف، ريزميك وريبيتيتيف. في الكوريا اعكسها،
نون ريزميك نون ريبيتيتيف. فجأة تلاقي العيان أو الطفل أو الست أو عنده المرض يعمل حركة في الليمز كأنه بيرقص. حتى ساعات العيان يتكسف مشهورة جدا في كوريا دي إن الحركة بدأت غصب عنه، فهو عشان ما يحركش روحه قال يعني كأنه كان قصدها. هو مش كان رفع ايده عشان يوضب شعره، الحركة بدأت purposeless لا غرض لها، لكن لما لقى ايده بتشتغل لوحدها فعشان ما يحركش راح مكمل هو كده. الحركة دي non-rhythmic يعني ما بتتكررش، و non-repetitive مش نفس الحركة، وساعات تحصل في الفيس يعني في الليمز فيس حركات لا إرادية، بس لأنها شكلها زي الدانسينج في الليمز كأنه بيرقص فسموها كوريا. كوريا رابيد جيركي، رابيد جيركي. أهم حاجة إن في الباركنسونيزم ريذميك ريبيتيتيف، في الاستاتيك تريمور ريذميك ريبيتيتيف ريذميك ريبيتيتيف، إنما دي في الكوريا نان ريذميك نان ريبيتيتيف. في الباركنسونيزم كان في زيادة في التون باركنسون انرجيتي، في هنا هايبوتونيا العكس تماما. في الباركنسونيزم كان الدوبامين، هنا الأسيتيل كولين والجابا. دي النقط الأساسية في الام اس كيو. أقولها تاني النقط الأساسية، هناك ريذميك وريبيتيتيف، هنا نون ريذميك ونون ريبيتيتيف دانسينج موفمنتس. خلاص هناك كان معاها ريجيتي، هنا معاها هايبوتونيا، هناك الدوبامين هو اللي بناقص، هنا الأسيتيل كولين والجابا. ده الكوري غالبا ما بتجيش، طبعا باركنسونيزم هو اللي عليه الكلام الكتير. طيب في تو سب تايبس من الكوريا هنا، انا عارف ان زملاء كتير صغيرين مش فاهمين ان دول سب تايبس من الكوريا، اللي هو الاثيتوزيس والباليزم. الاثيتوزيس بيبقى المرض في الجلوبس باليدس، في الجلوبس باليدس. خلاص الاثيتوزيس ده سلو فورم اوف كوريا، يعني كوريا بتبقى بطيئه. شوف برضه اهي نون ريزميك. طب بتبقى ازاي بقى؟ رايثينج اللي هي وورم لايك، كانه يعني بيتعوج، حركه فيه عوج تحصل في الاربز او في الهاند وفي الهيد النك. هقلدها لك كويس قوي بطيئه كده. ممكن الاثيتوزيس ده اساءه الطالب في البكالوريوس لانه قعد قصاد العام ما خدش باله من الحركه. انا هعمل كده عشان تشوفوها، طبعا العام مش هيوريها لك كده. هتلاقي ايده بتعمل بص حركه كده بطيئة ومعاها الهدى النك، يعني بص ده الحركة، يبقى نوع بطيء من الكوريا. يبقى الاثيتوزيس نوع كوريا برضو بتحصل في الأطراف وفي الهدى النك. خلاص نان ريزميك نان ريزميك ده سلو، ومعاها دي بقى هايبرتوني، معاها هايبرتوني. في نوع الأخير في الكوريا اسمه باليزم، بيدرسوه عندنا في الجامعات على انها تانية، بس هي كلها انواع من الكوريا. باليزم بيبقى الليجن في السبثالاموس فاسكولار سببه هيموريج، ده سيفير فورم اوف كوريا. لو جه في نص الجسم يسموه هيمي باليزم، يبقى في باليزم في الناحيتين وفي الاشهر منه هيمي باليزم في نص الجسم. دي حركات very aggressive لانه سيفير فورم اوف كوريا، بيبقى فليلينج يعني سايب خالص، انتنس فايلنت يعني هو قاعد فجأة انتنس فليلينج موفمنت بالشكل ده، ايده في رجله، انترفيرينج مع السليب، انترفيرينج مع الاكل. فدي سيفير فورم اوف كوريا الباليزمس، اللي هي سببها هيموريج في السبثالاموس، هيموريج في السبثالاموس تدي سيفير فورم اوف كوريا. لو حصلت في نص الجسم تبقى هيمي باليزم فليلينج موفمنتس، ومعاها طبعا عشان تبقى فليلينج سيفير بالطريقه دي بتبقى معاها هايبوتونيا اللي هو الطبيعي في الكوريا. انما الاثيتوزيس سلو فورم اوف كوريا، بيبقى زي حركه الدوده في ايده كده وبيعمل الهيد نيك بطيئه جدا، حركه الارضيه ومعاها هايبرتونيا. يبقى خلصنا يا اولاد ان كل امراض البيزال جانجليا، كل امراض البيزال جانجليا تاخد بالك معاها كويس قوي، بتبقى ما فيهاش سنسيشنز، فيها حاجتين اساسياتين، فيها involuntary movements involuntary movements و disturbance في muscle tone totally motor. لو جبت سيرة سنسو هتسقط.
لما هتدخل في امراض عصبيه هتعرف حاجه تانية ان معاها behavioral changes. يعني مثلا بتوع الباركنسون بيجي لهم depression مع ان مفيش sensations. وقلت النقاط الاساسيه ان مرضين اساسيين باركنسونيزم وكوريا، لان الاثيتوزيس والباليزم دي انواع من الكوريا للزملاء الاصغر سنا يعرفوها. في الباركنسونيزم الحركه ريذميك وريبيتيتيف، هنا نون ريذميك نون ريبيتيتيف في الكوريا. في الباركنسونيزم معاه ريجيتي، هنا معاهم هايبوتونيا في الكوريا. في الباركنسونيزم البوظان في الدوبامين، هنا البوظان في الستايلكولين والجاو. انا متهيألي هديكوا راحه 5 دقايق يا اولاد او 10 دقايق، نعاود بعديها بارت 2 اللي هو السيريبيلم عشان تريحوا شويه كده، وبعدين نكمل السيريبيلم. اوكي، فالقاكم بعد ربع ساعه باذن الله.